دولة قطر تؤمن أنه عبر احترام القانون الدولي فقط يمكن تحقيق السلام والعدل. في الأحداث التي حصلت أخيرا رأينا تشديدا على أن هناك تهديد للقانون الدولي، هناك عنف غير مسبوق، وهناك كره وضغينة ومخاطر في التقدم في احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والحل السلمي للنزاعات. وهناك أيضا نظرة متزايدة في بعض أجزاء من المجتمع الدولي أن القانون الدولي ينطبق على دول ولا ينطبق على غيرها، ولكن نحن نرى أن حق تقرير المصير والحرية ينطبق على دول محددة ويتحرم منه دول أخرى. بعض الأطفال يحصلون على الحماية، ولكن أطفال آخرون يقتلون بالآلاف. دولة قطر ترفض هذه المعايير المزدوجة. القانون الدولي يجب أن يطبق في كل الظروف، يجب أن يطبق بطريقة عادلة على الجميع، ويجب أن يكون هناك محاسبة لكافة الانتهاكات. ولكن مع مرور أكثر من 75 عاما تمت معاملة الشعب الفلسطيني كاستثناء للقانون الدولي. حضرة الرئيس، الأعضاء الموقرين، أنتم لديكم الولاية الواضحة والمسؤولية بكل تأكيد لتصحيح هذا الوضع غير المقبول. مصداقية القانون الدولي يعتمد على رأيكم، ولا يمكن للمخاطر أن تكون أكثر من هذا. بكل تأكيد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، هذه الحرب التي ترتكبها إسرائيل على الشعب في غزة أظهرت أن الوضع في فلسطين هو تهديد كبير للأمن الدولي. وكما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأحداث الأخيرة لم تحصل مؤخرا، ولكن نمت بعد سنوات من الاحتلال غير القانوني الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. إسرائيل رفضت حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وهي تحتل وتستعمر الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري، هذا النظام الذي يعتمد على القمع والتمييز العنصري بهدف الحفاظ على السيطرة اليهودية الإسرائيلية على الفلسطينيين. فهذا النظام قتل وسجن آلاف وعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. هذه الأسباب الجذرية لهذا الوضع الذي نواجهه اليوم. هذه الأسباب نفسها هي أيضا أساس مطلب الجمعية العامة للحصول على الرأي الاستشاري، خاصة بعد مرور 20 عاما على الرأي الاستشاري المتعلق ببناء الجدار. الآن نطلب هذا الرأي الاستشاري. الجمعية العامة كانت واضحة للغاية عندما طرحت سؤالين. أولا، تقييم المحكمة لقانونية السياسات والممارسات الإسرائيلية في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة التي سوف أتكلم عنها أيضا. والمسألة الثانية هي أن يكون هناك تكلم عن التداعيات القانونية لكل هذه السياسات والممارسات، وأيضا طلب من المحكمة أن يكون هناك إجابة عن مسائل متعلقة بانتهاكات تحت هذا الاحتلال، وهل أصبح هذا الاحتلال غير قانوني. إذا كانت الإجابة نعم وهذا هو رأي دولة قطر، فالنتائج والتداعيات واضحة، يجب إنهاء هذا الاحتلال. حضرة الرئيس، الأعضاء الموقرين، مداخلة قطر سوف تغطي ثلاثة مواضيع. أولا، سوف نفسر لماذا يجب أن تعطي المحكمة الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة. ثانيا، بالترابط مع المسألة الأولى، سوف نتكلم عن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتفسير لماذا هي تشكل جزءا من النظام والمشروع الاستعماري الاستيطاني طويل الأمد في فلسطين. ثالثا،
سوف نعبر عن موقف قطر فيما يتعلق بالموقف القانوني لهذا الاحتلال. سوف أبدأ بالموضوع الأول وهو إعطاء هذه المحكمة للرأي الاستشاري. حضرة الرئيس، أنا لست بحاجة لأن أكرر ما سمعتموه من مشاركين متعددين في هذا الأسبوع. المحكمة تتمتع بالولاية وليس هناك أي سبب لرفض إعطاء هذا الرأي الاستشاري. وبشكل خاص المحكمة ورأي المحكمة لن يقلل من شأن إمكانية حصول أي مفاوضات لحل هذا النزاع. قطر تفسر في عرضها المكتوب أن هذه الأسباب لن تؤثر على المفاوضات. وللتكلم عن الأطر التاريخية، نحن أيضا كدولة قطر شاركنا في المفاوضات، وكان هناك مشاركة لأستاذين، أستاذ فلسطيني وأستاذ إسرائيلي، الأستاذ خالدي والأستاذ شليم، حضرا تقارير تغطي أحداث تاريخية من عام 1917 إلى عام 2023، ويمكن أن نرى هذه التقارير الموجودة والتي قدمت لكم. تقرير السيد شليم يتكلم عن تاريخ ودبلوماسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو يفسر كيف أنه في هذه الفترة إسرائيل منعت المفاوضات للوصول إلى حل. بدلاً من متابعة حل سلمي، إسرائيل استخدمت هذا السلام كعذر دبلوماسي للاستمرار في استيطانها على فلسطين. وفي هذا الإطار من الصعب أن نرى أن رأي المحكمة قد يؤثر على عملية سلام غير موجودة أصلاً، بل على العكس غياب عملية السلام تشدد على ضرورة إعطاء المحكمة لرأيها الاستشاري وإيجاد حل مبني على القانون الدولي. أنتقل إلى الموضوع الثاني الآن والمتعلق بممارسات إسرائيل وسياساتها غير القانونية. سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية والتمييزية تعد مشروعا طويل الأمد للاستيطان وللاستعمار. وكما فسرنا أيضا في الإفادة المكتوبة أن هذه السياسات مصممة لتشجيع هدف واحد، وهو الاستعمار المستمر لهذه الأراضي لمصالح إسرائيل ولمصالح المستوطنين الإسرائيليين. هذا أيضا مرتبط بممارسات إسرائيل القمعية وسياساتها غير القانونية، وهذا أيضا مرتبط بأعمال العنف التي تشن هناك. في الإفادة المكتوبة فسرت قطر بشكل مفصل هذه الانتهاكات والسياسات التي تمارسها إسرائيل في مشروعها الاستيطاني. وفي القسم الثالث من الإفادة المكتوبة فسرت دولة قطر أن هذه الممارسات والسياسات تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان، وتشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة إبادة وأيضا تطهير عرقي. موقف قطر هو أنه للاستجابة للمسألة الأولى يجب أن تقيم المحكمة ممارسات وسياسات إسرائيل وقانونيتها، ومن خلال هذا الموضوع الاستجابة للمسألة الأولى أيضا مرتبطة بالمسألة الثانية، فلا يجب أن يجب ألا تخفف المحكمة من قيمة هذا القانون الذي أيضا يجب أن يؤدي إلى إنهاء الممارسات والسياسات الإسرائيلية، لأن يكون هناك تبرئة للمتأثرين من هذه الحرب بحسب القانون الدولي. الآن سوف أتكلم عن بعض النقاط المرتبطة بالسياسات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل. أولا، نحن نركز على مشروع الاستيطان الإسرائيلي، والنقطة الأولى هي الاستيطان. إنشاء المستوطنات الإسرائيلية بدأ بعد أن احتلت إسرائيل هذه الأراضي، وبدأت بإنشاء هذه المستوطنات على أراض فلسطينية حصلت عليها وسهلت بناء البنى التحتية والمنازل. ونحن نرى أن اليهود من حول العالم يمكثون هناك، وبالتالي
حلول عام 2023 حوالي 700,000 شخص أو 11% من الإسرائيليين كانوا يعيشون في هذه المناطق. النشاط الإسرائيلي لا تتوقف، وفي تقرير عام 2024 الذي يمكنكم رؤيته أيضا في الملفات المقدمة لكم، مجموعة الإسرائيلية لحقوق الإنسان تفسر كيف أن الحرب في غزة تم استغلالها كتغطية لنشاطات استيطانية غير مسبوقة. الأمر ينطبق أيضا في القدس الشرقية، وحتى غزة ليست استثناء من الخطر. فوزراء وزير الأمن الإسرائيلي أيضا قال مؤخرا أنه لا يستثني فقط الاستيطان في غزة.